طيب يا جماعة، أنا كنت نزلت لكم امتحانات أكت 2 كانت بالإكسبلانيشن ريتن، جميل؟ فهنزلها لكم دلوقتي يا جماعة عشان لاحظت إن في ناس كتير جدا داخلة أكت 2 مش اس 2، جميل؟ فأنا كنت نازل اس 2 طبعا كله بالإكسبلانيشن بالشرح بتاعه بكل حاجة، بس أكت 2 ما كنتش منزلها، يعني أكت 2 ما كنتش منزله. فنزلت له امتحانات بالإكسبلانيشن ريتن، ودلوقتي هنزله فيديوز شرح ليها الامتحانات كلها إن شاء الله، خلاص؟ طيب عندنا أول حاجة هنا، أول سؤال بيقول لي which line divides any triangle into two triangles of equal area. ده أول يا جماعة موديل إكزام نزل، خلاص؟ طيب الفكرة كلها بيقول لي ميديان ولا altitude ولا أنجل بايسكتور ولا بيربنديكولار بايسكتور. الفكرة كلها بالنسبة لي إن أنا الميديان ده أهم حاجة فيه إنه بينزل من الفيرتكس. يعني أنا لما باجي أرسم كده يا جماعة، أهم حاجة تميز الميديان إنه بينزل من الفيرتكس، جميل، وبينزل على السايد يقسمه لنصين قد بعض. مش فارق بقى معايا نازل بيربنديكولار ولا مش بيربنديكولار، عادي، المهم ان هو نازل قاسم السايد لنصين قد بعض بالظبط. يعني النص ده يا جماعه هيبقى ايكوال للنص ده، جميل. فلما انا اجيب الاريا بتاعت الجنب ده الرايت هاند سايد ده، حلو يا جماعه، لما اجيب الاريا بتاعته هقول هاف تايمز البيز ده تايمز الهايت، جميل. ولما اجي اجيب الاريا بتاع الرايت الليفت هاند سايد هقول هاف تايمز البيز ده تايمز نفس الهايت، يعني الهايت واحد يا جماعه. فلما اجي اقسم لك البيز لنصين قد بعض، يبقى انت الجزء بتاع البيز بتاع الترانجل اللي هو النص الاولاني هيبقى ايكوال للبيز بتاع الترانجل اللي هو النص الثاني، والهايت بتاعنا كده كده واحد، فبالتالي الاريا دي هتبقى قد الاريا دي، لان الاريا بتساوي هاف تايمز البيز تايمز الهايت. يعني سي مثلا ان البيز دي كلها 4 يا جماعه، فلما الميديان ده ينزل هيقسمها ل2 و2، بغض النظر عن الميديان ده مش شرط يبقى هو الهايت، يعني ممكن الهايت بتاعي يبقى هو اللي هينزل من جنبه كده، هينزل بيربنديكولار مثلا، بس كده كده الهايت بتاع الترانجل ده الجزء اليمين يعني هيبقى قد الهايت بتاع الترانجل التاني، والبيز قد البيز. يعني ما هو اهم حاجه ان الميديان نزل اسامبلي البيز الكبيره ل2 بيزز ل2 ترانجلز مختلفين، بس الاثنين ايكوال لبعض، جميل. دي اهم حاجه عندي، فبالتالي الحاجه الوحيده اللي هتقسم لي ترانجل ل2 ايكوال اريز هي الميديان، ايزي جدا، خلاص. التيتيود طبعا الالتيتيود اهم حاجه بالنسبه له انه بينزل بيربنديكولار، بغض النظر بقى يا جماعه عن بيقطع البيز لنصين قد بعض ولا لا، يعني ممكن يبقى نازل بيربنديكولار كده ويبقى البيز دي غير البيز دي، فبالتالي مش هيبقى ايكوال ارياز. الانجل بايسكتور ده ما بعيد خالص، يعني ده انجل بايسكتور ده يا جماعه بيقطع الانجل، مش شرط بقى ينزل ايطالي البيز لنصين قد بعض. بيربنديكولار بايسكتور اوف اسايد واحد ممكن يقول لي دي، لان هيقول لي بايسكتور يعني بيقطع لنصين قد بعض. الفكره في البربنديكولار بايسكتور انه ما بينزلش من الفيرتكس، يعني ممكن ينزل من بعيد كده يا جماعه، يبقى بربنديكولار بايسكتور عادي، يعني نازل كده وقاطع وقاطع البيز لنصين قد بعض، بس اصلا هو ما قطعش التراينجل لتو تراينجلز، ده قطعها لكوادريلاترال وتراينجل، فبالتالي لا طبعا، خلاص. يبقى هي سؤال صعباني، مش صعباني، هو اسئله الجيومتري انتوا بتبقوا ناسينها، بس ده ميديان، ده اسهل حاجه. الميديان بيقطع الترانجل لتو ايكوال ارياز، خلاص يا جماعه، لتو ايكوال ترانجلز، لتو ترانجلز ويز ايكوال ارياز، خلاص. ليه؟ لان هو بيقطع البيز لنصين قد بعض، فبقت الترانجل الاولاني البيز بتاعته قد الترانجل الثاني، فما جاوا الهاف تايمز بيز تايمز هايت، ما الهايت واحد كده كده يا جماعه، والبيز بقت واحده لانه قطع البيز لنصين قد بعض. ايزي ايزي. اللي بعده بيقول لنا كوليدج ويز 14,000 ستودنتس 490 ميجورينج ان ماثيماتكس، وات برسنتج اوف ذا ستودنت body does the number of math majors represent. طب يا جماعه ما هم 490 ميجرنج في الماثيماتكس، 490 من كام؟ من التوتال اللي هم كام؟ اللي هم ال 14,000. طب الراجل عايزها برسنتج، ما تعمل تايمز 100، يعني انت حتى لو معكش كالكوليتور هنا هتطير 0 مع 0 0 مع 0، هيتبقى لك ايه يا جماعه؟ انت هنا عندك الزيرو بتاع ال 100 مع الزيرو ده، الزيرو بتاع ال 100 مع الزيرو ده، وال 490 زيرو بتاعها مع الزيرو ده، فيبقى لك 49 ديفايدد 14 اللي هي اراوند 13.5%، ما فيهاش اي حاجه. بيقول لي انهم كلهم 14,000، 490 منهم ميجرنج ان ماثيماتكس، خلاص يا جماعه. طيب هو بيقول لي عايزها برسنتج، يبقى 490 من ال 14,000 تايمز 100، ايزي يا جماعه. طيب اللي بعده بيقول لي جيفن ذات، جيفن ذات، طبعا الدنيا بايظه، جيفن ذات وات از كوزن، ماشي ايه ده، ماشي، كوزاين اكس باور 2 ايكوال 5 باور 12، عايز ساين اكس باور 2. طبعا الانجل الرول بتاعي، الرول بتاعي بيقول ايه؟ تاني اهم رول في التريجنومتري كلها، طبعا اهم رول واسهل رول وعبيط جدا، ان ساين اكس ايكوال كوزاين 90 ماينس 6، يعني اي تو انجلز مجموعهم 90 ساين واحده بتساوي كوزاين الثانيه، ده مش رول، ده ايزي جدا، واحسن حاجه انه بيجي كتير يا جماعه. اذا كان بقى است 1 ولا است 2 ولا اكت 1 ولا اكت 2، كده كده بيجي الرول ده كتير جدا، بيحبوه جدا. الرول التاني اللي كنت بشرحه دايما بقول لك ايه؟ ان ساين اي انجل باور 2 بلس كوساين نفس الانجل باور 2 بيساوي 1،
يعني ساين اكس باور 2 بلس كوساين اكس باور 2 ايكوال 1. طب لا يا عم، ما انت مديني كوساين اكس باور 2 5 اوفر 12، فاصبح يا راجل ده سؤال سهل جدا جدا. يبقى ساين اكس باور 2 بلس 5 اوفر 12 ايكوال 1، لان انا دلوقتي يا جماعه كوساين اكس باور 2 هو كده كده مديني 5 اوفر 12، هو عايز بقى ساين اكس باور 2. انا الرول عندي بيقول ان ساين اكس باور 2 بلس كوساين اكس باور 2 اللي هو 5 اوفر 12 ايكوال 1، فتودي 5 اوفر 12 هناك بالماينس ال1 ده اللي هو 12 اوفر 12. ما ال1 ينفع يتشكل اي حاجه على نفسها، ف12 اوفر 12 ماينس 5 اوفر 12 ب7 اوفر 12. مساله ايزي جدا جدا جدا. كويستشن نمبر 4، مايكل يوزد ا كومباس تو كونستراكت تو بارالل لاينز. هيسالني الباراليليزم وثلاث حاجات مهمين في سؤال الباراليليزم. ايه هما الثلاث حاجات المهمين لما يبقى عندي تو بارالل لاينز وترانسفيرسال لاين؟ ترانسفيرسال لاين دي كلمه بننساها عشان دايما الاكت 2 بيبقى بيتكلم في الجيومتري كتير وانتوا بتبقوا ناسيين الجيومتري طبعا. ترانسفيرسال لاين يا جماعه مش اي لاين وخلاص، لازم لاين يكون قاطع عامل انترسكشن للتو بارالل لاينز، لازم يكون عامل لهم انتر عشان يظهر عندي ثلاث حاجات خدناهم قبل كده طبعا. اول حاجه الالترنت اللي هي الزد، دول بيبقوا ايكوال لبعض. تاني الترنت طبعا زد كده وزد العكس، خلاص يا جماعه. طيب تاني حاجه كورسبوندنج اللي انتوا بتسموها اف، بس ما بحبش اسميها اف بصراحه لان ممكن تخرج بره قصه الاف. كورسبوندنج انجلز، ودول بيبقوا ايكوال لبعض. ثالث حاجه الانتيريور انجلز، والانتيريور انجلز دول ما بنقولش ان هم ايكوال لبعض، انا عارف ان اغلبكم بينسى الموضوع ده، بنقول ان هم الصم بتاعهم 180، ما بنقولش ان هم ايكوال، بنقول الصم 180. طيب فانا بيبقى عندي ترانسفيرسال لاين كده هيقطع الاثنين البارالل لاينز دول، ادي بارالل لاينز وده ترانسفيرسال لاين هيقطعهم الاثنين. طب انا الكورسبوندنج يا جماعه هقولها لكم سريعا، ان ده هيبقى ايكوال لده، يمين فوق يمين فوق، وده هيبقى ايكوال لده يمين تحت. دايما بحب اعملها كده يمين تحت. الجنب الثاني ده هيبقى ايكوال لده وده هيبقى ايكوال لده، دول دي اسمها كورسبوندنج، مش محتاج بقى تعملها اف وكي وام، مش مستاهله يعني. طيب بالنسبه للزد اللي هي الالترنت، لما تيجي تعمل كده يا جماعه ده هيبقى ايكوال لده، والزد الناحيه الثانيه ده اهي، فده هيبقى ايكوال لده، ايزي جدا يعني. طيب بالنسبه للانتيريور، الانتيريور انجلز يا جماعه ما بنقولش بالله عليكم ان هم ايكوال، الانتيريور انجلز دول بنقول عليهم ان هم مجموعهم 180، او بنقول كلمه معينه اسمها ايه؟ سبلمنتري انجلز. سبلمنتري يعني الصم بتاعهم 180، كومبلمنتري الصم بتاعهم 90. دي معلومه ليك افتكرها، بس كومبلمنتري دي بتيجي كتير في الاست يعني والدنيا جميله وبتحفظه، بس سبلمنتري ما بيجيش كتير. سبلمنتري يعني مجموعهم 180. فلما اجي اقول لك الانتيريور انجل، بس مش اي انتيريور انجل، لازم يبقى على نفس السايد يا جماعه، يعني الجنب اليمين ده والجنب الشمال، الانتيريور انجلز دول مجموعهم 180، ده وده مجموعهم 180، او ده وده مجموع على نفس السايد يعني لازم. ها طيب فالانسر بتاعتي طبعا 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 هتبقى pairs of same side interior angles are supplementary 100% من غير ما اكمل، مظبوط. اوكي طبعا ما يجيش يقول لي الالترنت، الالترنت ايه يا عم؟ الالترنت المفروض ان هما بيبقوا ايكوال، الالترنت ده اللي هو زد المفروض يبقوا ايكوال، او الترنت اكستيريور حتى لا طبعا، او pairs of corresponding angles are supplementary. يا عم corresponding بيبقوا ايكوال لبعض، انما اللي بيبقوا supplementary اللي هم الصم بتاعهم 180 دول يا جماعه الانتيريور انجلز. بس الراجل هنا شيك وشيكها اكتر ووضحها اكتر وقال لك انه لازم يبقوا سيم سايد، قلت له ماشي يا عم 10 على 10 كده خلاص. نيجي للي بعده، the end points of directed line segment PQ. ادي directed line PQ اهو يا جماعه، ال end points ال P مثلا ب negative 7 و negative 5 وال Q ب 5 و 3. كلام جميل كلام جميل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي what are the coordinate of point A. فين يا عم point A دي؟ قال لي دي موجوده on PQ. طب ايوه موجوده فين يعني؟ قال لي that divide PQ into a ratio of 1 ل 3. قلت له يا خبيث. طيب PQ كلها بكام يا جماعه؟ بي كيو كلها اصلا هجيب الديستانس بين تو بوينتس، طبعا مش محتاجه الديستانس بين تو روت اكس 1 ماينس اكس 2 باور 2 بلس واي 1 ماينس واي 2 باور 2. هتعمل روت، طبعا انت معاك الكالكوليتور هنا، نيجاتيف 7 ماينس 5 ها بنيجاتيف 12 باور 2 144 بلس نيجاتيف 5 ماينس 3 بنيجاتيف 8 باور 2 ب 64 144 64. هتعملها على الكالكوليتور هيطلع لك 4 روت 13. يبقى دي كده يا جماعه كلها على بعضيها 4 روت 13. ال 4 روت 13 ده لما تعمل له ديفايد لريشيو 1 ل 3، يعني ايه يا عم ريشيو 1 ل 3؟ في مدرستين هنا ناس بتحب تعملها بطريقتين، يا اما 1 ل 3 دي تقول لو ده اكس ما هي بوينت ايه موجوده هنا بحيث ان هي قسمت الشكل ده 1 ل 3، فتقول ممكن الحته دي اكس تبقى الحته دي 3 اكس، يبقى كلها على بعضيها 4 اكس، 4 اكس يكوال 4 روت 13 يبقى الاكس بروت 13، يبقى دي كده الحته دي ب 1 روت 13 اللي هو روت 13 يعني، بس شكلنا وحش قوي واحنا بنقول 1 روت 13، هي روت 13 المفروض، ودي كده يا جماعه 3 تايمز روت 13 اللي هي 3 روت 13. ف
فهو هيجي يقول لك عايز الكوارنت بتاع بوينت ايه. المفروض الكوارنت بتاع بوينت ايه يبقى بوينت من دول انهي واحده، اكيد الديستنس ما بينها وما بين بوينت بي هيبقى روت 13، او الديستنس ما بينها وما بين بوينت كيو هيبقى 3 روت 13. انهي واحده فيهم؟ للاسف هتجرب نيجاتيف 7 مع نيجاتيف 5، هتشوف يا جماعه هتشوف الديستنس ما بينهم، هتعملها انت بقى روت مع كل دول. المهم ان هي هتطلع تقريبا، انا فاكر كانت دي، هتقول روت هتبقى البوينت دي كده يا جماعه ايه اللي هي نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3 ماشي. فما تيجي تجيب الديستنس بتوين زم ما بين بي واي اللي هي انت اعتبرتها نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3، هتيجي تجيب الديستنس ما بينهم هتطلع 1 روت 13. خلاص يا جماعه. تاني المساله دي حلوه، دي اول مساله حلوه ماشي. ادي بي كيو، ادي بي كيو اهو يا جماعه ماشي الكلام. بي كيو البي عباره عن نيجاتيف 7 ونيجاتيف 5، الكيو 5 و3. طيب الديستانس ما بينهم بالديستانس بتوين تو بوينتس روت اكس 1 ماينس اكس 2 باور 2 بلس واي 1 ماينس واي 2 باور 2 هيديني الديستانس كلها 4 روت 13 مش اختراع. بيقول لي ان في بوينت اسمها ايه موجوده هنا يا جماعه. ايوه فين يعني؟ قال لي قسمت المسافه دي كلها لريشيو 1 ل 3. احب انا كنت اعملها كده زمان 1 ل 3 واكتب هنا 4 مجموعهم يعني، واكتب تحت هنا 4 روت 13 واعمل كريس كروس، واعمل كريس كروس وايزي جدا. لو عملت كريس كروس كده اطلع الجزئيه الاولانيه دي اللي هي 1 ل 3، في اللي بيحب يعملها اكس ل 3 اكس ما عنديش زعل منكم، مجموعهم 4 اكس بيساوي 4 روت 13، فالاكس تساوي روت 13، فتبقى الحته دي بروت 13 يا جماعه اللي هي 1 روت 13 يعني بالله عليكم، والحته دي 3 روت 13. كلام جميل، كلام جميل جدا. طب هو بوينت ايه موجوده هنا؟ يبقى اكيد الديستنس ما بينها وما بين بوينت بي تبقى روت 13، وما بين ما بينها وما بين بوينت كيو تبقى 3 روت 13. انهي واحده هنا بقى؟ هتجيب بقى الديستنس بتوين تو بوينتس هتطلع الانسر معاك اهي. لو جيت تجيب الديستنس ما بين دي وبوينت بي هتطلع روت 13 بالظبط. جرب روت نيجاتيف 4 ماينس ماينس 7 يعني نيجاتيف 4 بلس 7 يعني 3 باور 2 ب 9 بلس نيجاتيف 3 ماينس ماينس 5 يعني نيجاتيف 3 بلس 5 يعني 2 باور 2 4 9 بلس 4 13 روت 13 مظبوطه. ولو جبت تجيب الديستنس ما بينها بوينت اي دي وما بين كيو هيطلع طيب يا جماعه هنا نمبر 6 بيقول لي زهره سبنت $2.50 اون 10 بارتي فيفورز فور هير بارتي. طب انا يا جماعه لازم هنا اخد بالي كده وابقى عندي خبره واخد بالي من فكره ان انا عندي فلوس وعندي عدد. يعني من الاخر واضح كده ان في 2 ايكويشنز وذ 2 انونز مبدئيا كده خلاص، يعني اشك في كده ماشي الكلام. ذا بارتي فيفور فور ايتش كيد ووز ايزر يا اما بازل بوك يا اما ماجيك تريك. طيب ذا بويز، خد بالك بقى، ذا بويز ايتش يعني كل ولد ريسيفد ا بازل بوك ذات كوست $1.75 ايتش يعني كل بازل بوك يا جماعه سعره $1.75. ولما اجي انا اقول لك ان كل ولد من الولاد خد بازل بوك يبقى اكيد عدد البازل بوكس هيبقى هو عدد الولاد مظبوط. انا معايا 5 كراسات، وزعت الخمس كراسات جميل على الولاد كلهم، على كل ولد خد كراسه، يبقى عدد الولاد قد ايه برده؟ 5 برده جميل. فلما اجي اسالك على عدد الولاد هتبقى هي عدد الكراسات مثلا يعني. طيب المهم ان انا هنا هعتبر ان عدد البازل بوكس اكس كعدد، وعدد الماجيك تريك لان هو بيقول لي ذا جيرلز ايتش ريسيفد ا ماجيك تريك ذات كوست $2.25 ايتش. خلي بالك اداني واحد اتنين ايتش ورا بعض، ذا جيرلز ايتش يعني كل بنت هتاخد ماجيك تريك اللي الواحده ب $2.25 ماشي. مش هو بيتخابس اوفر بس يعني مش اوفر يعني. هاو ماني بويز اند هاو ماني جيرلز اتندد ذا بارتي جميل. هي الفكره هنا ان عدد البويز هيبقى هو عدد البازل بوكس، وعدد الجيرلز هتبقى هي عدد الماجيك تريكس. فانا لو جبت عدد البازل بوكس وعدد الماجيك تريكس يبقى انا كده جبت شكر. المهم ان انا هعتبر عدد البازل بوكس اكس بلس عدد الماجيك تريكس هعتبرهم واي، فاصبح عندي اول ايكويشن ممكن اكتبها ان اكس بلس واي ايكوال مجموع القصه دي اللي هي 10. تاني ايكويشن ممكن اعملها البازل بوك الواحد بيقول لي ان هو ب $1.75، طب هم عددهم اكس يبقى $1.75 اكس دولارز. الماجيك تريك الواحده ب $2.25، طب هم واي يبقى مجموعهم $2.25 واي دولارز. كل ده ايكوال الفلوس اللي انا صرفتها عليها اللي هي 20.5 مود 5 1. طلعت الاكس اللي هو عدد البازل بوكس، لازم عارف الاكس اللي هو مين، والواي اللي هو عدد الماجيك تريكس. طب الراجل بيسالني على البويز والجيرلز، قال لي ما هو مديني واحده ايتش في الخباثه هنا تمام. ذا جيرلز ايتش وذا بويز ايتش يعني عدد البازل بوكس هتبقى ايه؟ هي عدد البويز ماشي. انت مود 5 وانا اطلع اكس والواي ده اللي هو عدد البازل بوكس اللي هو هي عدد البويز يعني كل بوي هياخد بازل بوك واحد، فبالتالي هيديني 4 بازل بوكس و6 ماجيك تريكس يبقى اكيد 4 بويز و6 جيرلز. ايزي ايزي ان شاء الله. جون از كونسيدرينج اكسبتنج وان اوف تو سيلز بوزيشنز
اي بي سي كومباني، في كومباني اسمها اي بي سي اوفرز ا ييرلي سالري اوف 45000 دولار. جميل. انما اكس واي زد كومباني اوفرز ا ييرلي سالري اوف 38000 دولار. طب ما ده اقل. قال له لا، ما هو اكس واي زد هيديك فلوس على المبيعات. قد ايه يا عم؟ قال لي 2% سنوي على المبيعات. For what amount of sales S is the salary at XYZ greater than the salary at ABC؟ طب يا عم ايه المشكلة يعني؟ ما انت ABC كده كده بتاخد 45000، ده ABC ماشي؟ انما XYZ هنعملها بقى بالاخضر، او خلينا بقى ABC بالاحمر بقى، كده علمت عليها بالاحمر فوق ولا ايه؟ ماشي، ABC اهي تبقى 45000، انما XYZ، XYZ يا جماعة هياخدوا 38، هياخد لو اشتغل في اكس واي زد كومباني هياخد 38000 بلس، خلينا نكتبها بطريقه شيك، 2% دي اللي هي 0.02 من المبيعات اللي هم الاس. هو بيقول لي الاس تبقى كام، على الاس لازم تبقى اكبر من كام، او يعني كام علشان الاكس واي زد ده يبقى الفلوس اللي باخدها ازيد من الاي بي سي. قلت له ازيد، ايوه يعني ده يبقى اكبر. بس خلصت المساله، ما انت هتودي ده هناك بالماينس بقى، فهتبقى 45000 minus 38000 يعني 7000. هتسولف بقى ماشي 0.02 S ماشي، هتودي ده هناك بالديفايدد. خلاص يا جماعه، هيطلع معايا ان الاس لازم يبقى ازيد من، هتودي بس 7000 ديفايدد 0.02، ها هيطلع الاس اكبر من 350000. يعني لازم المبيعات يا جماعه علشان اكس واي زد تبقى اعلى من اي بي سي، لازم المبيعات في السنه دي تبقى ازيد من 350000. امال انا ماشي، لازم تبقى ازيد من 350000. ما فيهاش اي اختراع، انا وديت ال 0.02 هناك بالديفايدد. اوكي ايزي ان شاء الله اهي. طيب هو بيقول لي انا مش عارف، حاسس ان لا دي المفروض تتشرح تاني ولا ايه؟ لا سهل يلا بينا. write an equation for a line that has a y intercept، والله العظيم اوف 2 ده الدنيا جميله قوي يا جماعه. السؤال ده بقى نمبر 8 ده الدنيا حلوه قوي فيه. ليه؟ لان كل الايكويشنز مكتوبه على الشكل بتاع y equal mx plus b اللي احنا قرفنا منه خلاص. فالواي انترسبت ب 2 يبقى البي ب 2، يبقى الانسر بتاعتي كده يا a يا c ماشي. وبربنديكولار على اللاين ده، طب ما يا جماعه لو بربنديكولار على اللاين ده، فانا اللاين ده السلوب بتاعه مكتوب طبعا على الشكل بتاع اي اكس بلس بي واي ايكوال سي. السلوب بنجيبه ازاي في الفورمولا دي؟ نيجاتيف اي اوفر بي، يعني نيجاتيف الكوفيشنت بتاع الاكس على الكوفيشنت بتاع الواي، يعني نيجاتيف 3 اوفر 1. لما السلوب بتاع ده نيجاتيف 3 اوفر 1، اللاين اللي انا بدور عليه السلوب بتاعه بربنديكولار عليه. بربنديكولار عليه ازاي؟ يعني عشان نجيب السلوب بتاع اللاين اللي انا بدور عليه هنشقلب ونقلب. يعني ايه شقلب ونقلب؟ يعني نيجاتيف ريسيبروكال. ايوه يعني ايه نيجاتيف ريسيبروكال؟ يعني هتغير الساين وتشقلبها، يعني بدل ما هي نيجاتيف 3 اوفر 1 هتبقى بوزيتيف 1 اوفر 3. يبقى السلوب بتاع اللاين اللي انا بدور عليه ببوزيتيف 1 اوفر 3. جبته منين؟ لان هو بيربنديكولار على اللاين ده. طالما هو بيربنديكولار على اللاين ده، اللاين ده ممكن اجيب السلوب بتاعه بسهوله، طلع بنيجاتيف 3 اللي هو نيجاتيف 3 اوفر 1. يبقى اللاين اللي انا اللي بيربنديكولار عليه هنشقلب ونغير الساين فيبقى بوزيتيف 1 اوفر 3. يبقى اللاين اللي انا بدور عليه السلوب بتاعه ببوزيتيف 1 اوفر 3 والواي انترسبت بتاعته ب 2. الانسر بتاعتي سي، وانا مغمض ما فيهاش اي حاجه طبعا، انا طولت فيها كده. طيب اللي بعده عندنا سؤال نمبر 9. Which compound inequality is shown by the graph below؟ ايه ده يا جماعه؟ هيقول لي طبعا هو يعني انت هنا دي كده بنسميها connected، او انا بسميها connected. connected يعني ما بين رقمين. يعني ايه؟ الحاجات دي بقى بيلعب فيها العاب كتير قوي في درس الابسوليوت في اس 1، بيلعب معانا العاب كتير قوي في القصه دي. المهم هنا انت طبعا ده سؤال مش سؤال، يعني ده انت هنا اكس اكبر من، طبعا شيدد عند التو يا جماعه، شيدد يعني هنقول مش هنقول اكبر من، هنقول اكبر من او ايكوال. يبقى اكس اكبر من او ايكوال للتو، وطبعا هي يا جماعه اصغر من الايت، بس الايت يا جماعه شيدد برضو، فاكس اصغر من او ايكوال للايت. ممكن بصراحه كانت تتعمل دي بقى ايه في انيكواليتي واحده، فتبقى كده تبقى شكلها شيك قوي لو اتعملت كده. ها بس ماشي، يعني اكس اكبر من او ايكوال للتو واصغر من او ايكوال للايت، الانسر بتاعتي اي، بس دي كانت تتعمل في انيكواليتي واحده. اوكي اللي بعده بيقول لي تو سنو ريزورتس اوفر برايفت ليسون تو ذير كاستمرز بيك تايم سكاي ماونتن ات شارج $5 بير اور بلس $50 انشورنس. ماشي عايز ايه يعني؟ انما الباور هيلز شارج $10 بير اور بلس 30 انشورنس فور وات نمبر اوف سيم. يا جماعه ده سؤال، ده لينير، يعني انت هتقول $5 بير اور لو قلنا ان عدد الاورز اتش يعني ولا اكس ايا كان بقى، صح؟ عايز تعتبرها اكس، نحب نعتبرها اكس. لما انا باخد $5 بير اور يعني بعد اكس اورز هاخد قد ايه؟ هاخد 5 اكس دولار. ولا تحبوا اعملها لكم كريس كروس؟ بس كريس كروس شكلنا هيبقى وحش قوي،
5 دولار بير اور، يعني بعد اكس اورز 5 اكس دولار يعني، خلاص ماشي. فبالنسبه لاول اللي هو البيج تايم سكاي ماونتن هياخد 5 اكس اللي هي 5 دولار بير اور، لو اعتبرنا ان عدد الاورز اللي انا هتمرنها اكس يبقى 5 اكس بلس الانشورنس التامين بياخد 50 دولار. قلت له ماشي. التاني بقى اللي اسمه باودر هيلز ماشي 10 دولار بير اور، لو اعتبرت ان عدد الاورز اكس، طب انا ليه بعتبرها نفس الرقم لان احنا عايزين نعرفه الاثنين ايكوال لبعض امتى، اكس يبقى 10 اكس بلس الانشورنس اللي هو 30 دولار. واضح يا جماعه طبعا للاعمى يعني، بقى ان هي على شكل ام اكس بلس بي، واي يكون ام اكس بلس بي، واي يكون ام اكس بلس بي، بيقول لي فور وات نمبر اوف اورز، يعني عايز الاكس يبقى بكام لما الاثنين دول يبقوا ايه سيم. راح مديني واحده سيم، رحت قايل له سيم دي يعني الاثنين هيبقوا ايكوال. طبعا كده لو انا معايا كالكوليتر شيفت سولف، ولو معيش لو معيش كالكوليتر هشتغلها بايدي، ولو معايا كالكوليتر برضه هشتغلها بايدي لان مش مستاهله. هتجيب ده هناك بالماينس فتبقى 5 اكس، وهتجيب ده هنا بالماينس فتبقى 20، هتجيب ال 5 هناك بالديفايد فتبقى اكس ايكوال 4. الانسر بتاعتنا تشويس بي. طيب عندنا بعد كده بيقول لي في نمبر 11، لا نمبر 12 مش عارف ازاي بس ماشي. فايند ذا انترسكشن اوف ذا بير اوف سيتس دبليو، هي الست اوف هول نمبرز. يا جماعه هول نمبرز ده اللي هو ايه؟ الهول نمبرز اللي هم الزيرو وال1 وال2 وال3 وال4 وهكذا. الست بقى اوف نون زيرو انتجرز ماشي، نون زيرو انتجرز دول عارفين اللي هم مين؟ خلي بالك بقى، خلي بالك، ذا ست اوف نون زيرو انتجرز، نون زيرو انتجرز دول يا جماعه، ما الانتجر ده اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 ماشي، وكمان النيجاتيف 1، النيجاتيف نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 بس ما في زيرو. ما هو الانتجرز ممكن تقول عليهم بوزيتيف انتجرز اللي هم 1 2 3 4 5 اللي هم بيقولوا عليهم ناتشرال نمبرز اللي مجمع البروبرتيز اوف نمبر ماشي، والنيجاتيف انتجرز والزيرو انتجر. يعني انت هنا ساعات يقول لك النون زيرو انتجرز، يبقى شيل الزيرو والباقي، الباقي هم اللي 1 2 3 4 5 6 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 0 بس الزيرو مش معانا. فهو بيقول لي الانترسكشن بتاع الهول نمبرز، الهول نمبرز دول يا جماعه اللي هو زيرو، الفرق ما بين الهول نمبرز والناتشرال نمبرز الزيرو الجميل عشان تبقى فاهم يعني. يعني الناتشرال نمبرز بالنسبه لي هي مين؟ 1 2 3 4 5 6 7، الهول نمبرز 0 1 2 3 4 5 ماشي الكلام؟ ايزي يعني الموضوع بسيط. طب السيت اوف نون زيرو انتجرز اللي هم نيجاتيف نيجاتيف 1 ما فيش زيرو بقى ماشي 1 2 3 4 5 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 الى ما لا نهايه كده والى ما لا نهايه كده. عملوا انترسكشن فين؟ اهو في ال 1 2 3 4 5 وانت رايح الى ما لا نهايه. يعني عملوا انترسكشن في الناتشرال نمبرز او في البوزيتيف انتجرز، تعدي كده وتعدي كده، ذا سيت اوف بوزيتيف انتجرز. اوكي انترسكشن الحاجات الكومن هنا وهنا، واحنا صغيرين خدنا الكلام ده يعني كتير. نيجي للي بعده، بيقول لي ان ذا دايجرام بيلو اف اي دي بارالل ل اي اتش سي، ده في واضح ان في الترنت وزد والدنيا جميله. و اند اي بي اتش اند بي سي ار درون، اي بي اتش وبي سي ماشي. عايز ايه يعني؟ اف ميجر اوف اف اي بي ب 48، فين اف اي بي دي؟ دي يعني 48. طب مبدئيا كده وعلى ضمانتي ان شاء الله نعمل واحد زد جميل كده، فاديني هنا 48 برضه. ما هو زد اهو يا جماعه، ما هو بيقول لي اف اي بي ب 48، قلت له خلاص يبقى الزد الترنت. ما هو اي اتش بيمثل ترانسفيرسال لاين قطعت، بس يعني المفروض ان هو ترانسفيرسال بيقطع الاثنين، بس اي اتش يمشي ان خليني اعمل زد ها. فدي كمان ب 48 بالزد الترنت. ميجر اوف اي سي بي ايكوال 18، اي سي بي ده ب 18 يعني ماشي. عايز ايه يا عم مني؟ الدنيا جميله قوي كده، انا معايا كل حاجه. عايز ميجر اوف اي بي سي، ده الشاطر فيكو الشاطر يعني هيعرف ان ده هياخد الترانجل الجميل ده بره، ويعرف ان الاكستيريور انجل ده اصلا بيساوي الصم بتاع الاثنين دول، فعلى طول يعملها. يعني ده كده هيساوي الاكستيريور انجل بتاع انجل بي، ما هو يا جماعه اللي احنا عايزينه ده اللي هو ده يعتبر اكستيريور انجل لانجل بي، فبيساوي الصم بتاع 48 و18 على طول. ده الشاطر يعني اللي هي تطلع 66 على طول يا جماعه. يا اما يعني اللي هيتسوح فيها شويه بصراحه هيقول لك 48 و18 66، وبعدين يجيب ده 180 minus 66 ها معايا يا جماعه، وبعد كده يرجع يعمل 180 ماينس اللي هيطلع فيديله ده، بس دي مأساة يعني هيطول شوية، بس مش مأساة اغلبكم بيعمل كده يعني، بس هي ايه الموضوع بسيط ان شاء الله. يعني الاكستيريور انجل اعرفها بس بالاكستيريور، فكرة بس في الاكستيريور، الاكستيريور انجل ده بيساوي الصم بتاع الاثنين دول. يقولوا عليها ايه يا جماعة بالانجلش بس عايز تتفصص واحدة واحدة، الاكستيريور انجل بتاع اي ترانجل ايكوال الصم بتاع التو نون ادجيسنت انتيريورز. طبعا الكلام تحسه رزل
بس ايزي انت لو فصصتها. يعني ده الادجيسنت اصلي انتريور، يعني الاكستيريور انجل بتاع بي، الادجيسنت انتريور هو بي اللي جوه، فبيقول لك النون ادجيسنت اللي هما الاثنين التانيين يعني. فانت هنا الاكستيريور انجل بتاع بي بتساوي ال 48 وال 80 يا جماعه 66 خلاص. طيب عندنا بعد كده بيقول لي employees at the dairy factory are baking cartons of eggs. One carton can hold x eggs. Today the employees have e eggs to pack. ماشي الكلام؟ عندهم النهارده e eggs to pack. When they have finished, they have baked c cartons and have 3 eggs left over. طيب use the equation دي to find c the number of. طب يا جماعه ده ايه ده؟ ده عايز c، ده هو بيغلس كل ده وعايز سي، يعني ايزوليت السي يا جماعه. يعني انت اعمل ايزوليشن للسي. ماشي الكلام؟ هتلاقينا حاطط لكم يا جماعه الهول نمبرز تقسيمتهم والناتشرال نمبرز والانتجرز والريشنال والريل. خلاص يا جماعه حاططها لكم يعني. ها؟ خلاص؟ طيب هنا بيقول لي ايه؟ هنا طبعا هو بيحكي لي قصه كبيره، بس الراجل بصراحه كريم جدا. انا ممكن كنت احلها من غير ما ابص على الايكويشن، يعني هو ممكن يغلس علينا شويه ماشي؟ وما يكتبليش الايكويشن اصلا. يعني قصدي ما يكتبليش الايكويشن دي، بس هو هنا راجل كريم وكتب لي الايكويشن، ومن الاخر بيقول لي عايز السي، يعني ايزوليت السي، يعني ودي ال 3 اوفر اكس هناك بالماينس. ده الدنيا جميله قوي يا جماعه. ده انا جيت اودي ال 3 اوفر اكس لقيت عندها كومن دينومينيتور مع الاي اوفر اكس. ده الدنيا حلوه قوي. يعني اي اوفر اكس هجيب لها 3 اوفر اكس، ده كومن دينومينيتور ال 2 اوفر اكس يا جماعه. يعني ممكن اقولها اي ماينس 3 اوفر اكس. يعني الانسر بتاعتي ايه؟ واضح ان اكت 2 ده حلو، يعني الدنيا جميله. الناس بتخش اصلا بيجيبوا سكورز عاليه، وحتى لما بيغلطوا كتير يعني الروسكور حلو، بقول لكم بصراحه يعني. فركزوا على اكتتو وسيبكم من اس 2 من اس 2 يعني. اس 2 يعني كان مش عايزين نضيع وقت في الكلام ده كله، بس اس 2 مش مضمون الليفل بتاع الامتحان، ومش مضمون الروسكور بصراحه يعني، غير ان الموضوع غلى. ف ماشي. ان ذا ايكويشن شون بيلو. بعدين اكت يا جماعه امتحان محترم، بقول لكم بصراحه والله اكت امتحان محترم. يعني ايه امتحان محترم؟ يعني امتحان ده مش معناه ان الاست امتحان مش محترم، بس يعني اكت عامه امتحان محترم، يعني ما فيهوش غلطات. يعني ايا كان هيصعب لك، بس انت عارف ان الكلام ده انت خدته، فانت راجل مطمن. يعني الشطار هيحسوا بالموضوع ده يا جماعه بصراحه. ممكن واحد كده يعني يبقى قاعد بيذاكر وطالع عينه وبيجتهد يا عيني، ويخش امتحان الاست يحس ان هو برده خايف، يجيب له حاجه يا عارف يا مش عارف. ما ممكن يجيب لك حاجه بره المنهج يعني، ساعات بيعملها يعني. خلاص احنا غطينا الكلام ده كله الحمد لله، بس يعني كان في الاول بيحصل معانا المواقف دي خلاص. انما في الاكت انا لو مكانكم يعني، انا كنت ايام السات كنت بخش السات ما كانش في اي غلطه في الامتحان، امتحان محترم مهما صعب، فانا بيختبر ذكائي عادي في الحاجات اللي انا خدتها. وانا عايز كده الاكت نفس الكلام، بيختبر ذكائي في الحاجات اللي انا خدتها فاهميني. انما ما تجيبليش حاجه بعيد، ولا تجيب لي حاجه فيها غلطه، ولا تبقى ماساه بقى انا حتى مش واثق في اللي بيحط الامتحان. فانت الاكت لو انت الانجليش بتاعك قوي، لان الاكت مشكلته ان الانجليش بتاعه حلو صعب، يعني مش صعب يعني الانجليش بتاعهم بيحطوه من الناس من امريكا، يعني اللي بيجي من امريكا، فالانجليش بتاعهم بيبقى عالي شويه. بس اوفر اول والله سهل، حتى لو انت ما فهمتش بتعرف تسكيب. يعني انا معلش هنا في المسائل اللي هتلاقي فيها كلام بالانجليش ريزل كده، اسكيب عادي، افهم الفكره نفسها وحل بالفكره. هو ايزي، هو مش عايزك، هو مش بيختبر الانجليش بتاعك في الماس. ماشي. ان ذا كويشن بشون بيلو وات از ذا فاليو اوف اي. طيب عايز الايه؟ طب ما تعمل ديستريبيوشن لل 2 اكس، وعلى 2 اكس على 2 اكس وعلى ال 1. فالرايت هاند سايد الليفت هاند سايد قصدي هيبقى 4 اكس باور 2 بلس اي اكس، والرايت هاند سايد هيبقى 2 اكس تايمز 2 اكس 4 اكس سكوير والله العظيم، و 2 اكس تايمز 1 ب 2 اكس. طب يا جماعه ما 4 اكس راح مع 4 اكس سكوير، 4 اكس سكوير راح مع 4 اكس سكوير، اي اكس يكوال 2 اكس يعني الاي ب 2. ماشي يا جماعه صباح الفل، ده الدنيا حلوه. If angle A is acute angle, how many degrees larger? If A is an acute angle, how many degrees larger is its supplement than its complement? يا جماعه ايه ده؟ ما انت السبلمنت تكملتها ل 180، والكومبلمنت تكملتها ل 90. يعني 180 و 90 الفرق ما بينهم 90. تقول لي لا مش مقتنع، اقول لك ما تزعلش، قول 30 ديجريز، قول ان هي مثلا الانجل دي 30 ديجريز. ماشي الكلام؟ السبلمنت بتاعها هو ان انت تكملها ل 180 اللي هو كام؟ عشان تكمل ال 30 ل 180 هتزود 150. الكومبلمنت بتاعها هو ان انت تكملها ل 90 فهتزود كام؟ 60، عشان 60 و 30 90. الفرق ما بين دول بقى كام؟ 150 ماينس 60 والله العظيم 90 برضه. ايزي يا جماعه؟ ماشي؟ اوكي. لان انت اصلا السبلمنت اللي هو اللي هم سبلمنت 180 ودول 90، لما تشيل من ده
الثيرتي وتشيل من ده الثيرتي، فما زال الفرق ما بينهم كام برضو؟ نفس الناينتي. انا الفرق ما بيني وما بينك 5 سنين 10 سنين، انا شلت مني سنتين وشلت منك انت سنتين، فما زال الفرق ما بيننا 10 سنين. نفس الفكره هنا ماشي، بس طبعا ما حدش هيامن الكلام ده في الامتحان. انت هتحط اكيوت انجل من عندك وتجيب الكومبلمنت بتاعها وتجيب السبلمنت بتاعها وتطرحهم من بعض، ايزي يا جماعه، ما حدش ايه. ماشي، اللي بعده ديترماين ويتش اوف هورنج ريبريزنت ا فانكشن، الكلام ده موجود في اس 2 برضو. ماشي، كل الفانكشن لازم كل اكس فاليو يبقى عندها 1 فاليو بس، 1 واي فاليو. يعني من الاخر يعني ما ينفعش اقول لك اف اوف 3 بكام، تقول لي والله اف اوف 3 ب 4 او ب 5، لا دي ماساه، دي مش فانكشن دي. ماشي، بس انا ما عنديش مشكله ان اف اوف 3 تبقى ب 5 واف اوف 6 تبقى ب 5، ما عنديش مشكله. انما انا مشكلتي الكبيره ان انا اجي اقول لك اف اوف 3 بكام، تقول لي والله 5 او 4، ايه ده؟ لا طبعا، لازم اف اوف لازم ال 3 يبقى طالع منها سهم واحد. فانت هنا بتكشفها ازاي يا جماعه؟ عارفين بتكشفها ازاي؟ بكل بساطه، بس هنا هتلاقيني شارح لك المساله اللي قبليها يا جماعه، هتلاقيني قايلها لك بكل الطرق، بطريقتين يعني، بالطريقه دي وبالطريقه دي. خلاص يا جماعه؟ طيب، فانت هنا بكل بساطه جراف اي انت بتكشفها ازاي بقى القصه دي؟ خلاص؟ بتكشفها يا جماعه ان انت بترسم، بتيجي ترسم لاينز بالطول كده. ما انت هنا اللاين مثلا جراف سي اف اوف 2 بكام؟ هتقول لي ب 2 او هتقول لي بنيجاتيف 2؟ هقول لك شكرا مش فانكشن. لو جيت قلت لك اف اوف 1 بكام؟ هتقول لي ب 1 او بنيجاتيف 1؟ هقول لك شكرا مش فانكشن. انما الباقي مظبوطين، انا شايف الباقي مظبوطين. ما انت هنا معلش يعني اف اوف 4 بنيجاتيف 1، اف اوف 3 ب 1، اف اوف 2 بنيجاتيف 1، اف اوف 1 ب 1، اف اوف 0 بنيجاتيف 1. تكشفها ازاي؟ ارسم لاينز كده على كل بوينت، لو خبط لو لقيت 2 بوينتس موجودين على نفس اللاين اعرف ان صباح الفل دي مش فانكشن. ماشي؟ اي انا برسم اهو، ما فيش حاجه قطعتني. طب هنا برضو ما فيش حاجه قطع، فيش لاين وانا بعديه من بوينت عدى من بوينت كمان. انما هنا لو جيت اكشف اعمل الحيله دي عشان اكشف الفانكشن بتاعتي، هلاقي ان بص 2 بوينتس على نفس اللاين، هلاقي ان بص 2 بوينتس على نفس اللاين، هلاقي ان بص 2 بوينتس، هلاقي ان بص 2 بوينتس. فدي مش فانكشن، جراف اي فانكشن وجراف بي فانكشن. الانسر بتاعتي سي، ايزي. اللي بعده if x اكبر من او يكل 0.002 واصغر من او يكل 0.2 و y اكبر من او يكل 5 واصغر من what is the maximum x على y. واحنا صغيرين يا جماعه، واحنا صغيرين ها، كان يقول لك عايز تكبر الفراكشن، عايز تكبر الفراكشن ايه ده؟ ماشي، عايز تكبر الفراكشن صغر ال y، يعني تصغر الدينومينيتور ال y ايه، عشان ال y في الدينومينيتور، تصغر الدينومينيتور او تكبر النيوميريتور. ايزي، تعالى لو جيت قلت لك 12 اوفر 3 حلو ايكوال 4، لو عايز تكبر ال 4 دي يا اما تصغر الدينومينيتور يا اما تكبر الايه؟ النيومينيتور. بص لو صغرت الدينومينيتور يحصل ايه؟ ال 3 خليتها 2، بص صغرت الدينومينيتور اهو 12 اوفر 2 يخلي دي كام؟ 6. يبقى انت لو عايز تكبر دي لازم تخلي الدينومينيتور ده اقل حاجه ممكنه وتخلي النيومينيتور ده اعلى حاجه ممكنه، زي 12 اوفر 3 بيساوي 4. عايز تكبر ده ممكن تكبر ال 12 تخليها مثلا ايه 6، تخليها مثلا 15، فتبقى 15 اوفر 3 ب 5. كبرته ولا لا؟ يعني من الاخر يا جماعه عشان دي ايزي يعني بصراحه، لو انت عايز الماكسيموم هنا، لو انت عايز الماكسيموم هنا يا اما تصغر ده على قد ما تقدر يا اما تكبر ده على قد ما تقدر عشان تجيب الماكسيموم بتاع ده. طب انت فعلا عايز الماكسيموم، يبقى تجيب اقل فاليو للواي، الواي اكبر من او ايكوال 5 واصغر من ايكوال 25، اقل فاليو للواي هي ال 5 ماشي الكلام، واكبر فاليو ممكنه للاكس، الاكس اكبر فاليو ممكنه اللي هي 0.2، فبقى 0.2 ديفايدد 5 يعني 2 اوفر 10 ديفايدد 5 يعني تايمز 1 اوفر 5 معايا يا جماعه، يعني 2 اوفر 50 يعني 1 اوفر ايزي يا جماعه في الاخر يعني هتطلع اعمل لك كالكوليتر 0.04. يا اما لو انت عايز تشتغلها بايدك انا ممكن اشتغلها لك بايدي، هتبقى سهله جدا برضو. هتقول هنا انا بحب اشتغل بصراحه بايدي، بعذب الطلبه شويه بصراحه. فايزي يا جماعه انت هنا ممكن تخلي الواي ب 5 اللي هي اقل حاجه ممكنه، وتخلي ده ب 0.2 اللي هي اكتر حاجه ممكنه. ممكن تضرب في ايه؟ في 10 فوق وفي 10 تحت علشان تطير ده ها؟ فهتخلي ده كام يا جماعه؟ 2 اوفر 50. ال 2 اوفر 50 دي اللي هي 0.04. لان 2 اوفر 50 انت ممكن تضرب في 2 تحت وفي 2 فوق، فتخليها 4 اوفر 100. ما انا يا جماعه عشان احول من فراكشن لديسمال لازم الدينومينيتور بتاعي، معلش عشان انا في اخر اليوم فممكن تلاقيني ماشي. فانت هنا علشان
تحول من فراكشن لديسمال لازم تخلي الدينومينيتور يا ب 10 يا ب 100 يا ب 1000 مضاعفات، اللي هي ايه الباورز بتاعت ال 10. ماشي يا جماعه؟ فانت هنا 2 اوفر 50 عايز تخليها ايه، عايز تخليها تضرب، عايز تخلي تحت ال 50 دي حاجه مضاعفات ال 10، اضرب في 2 فوق وفي 2 تحت هتخليها 4 اوفر 100 اللي هي 0.00 اللي هي 0.04. ماشي يا جماعه؟ سهله دي بصراحه. يلا رايت ان ايكويشن ان سلوب انترسبت فورم، المفروض كده المساله اتحلت يا جماعه. اول ما المح كلمه سلوب انترسبت فورم، اصل السلوب انترسبت اللي هو واي يكوال ام اكس بلس بي، يبقى انت عايز الام اللي هو السلوب ومديك 2 بوينتس، ده جميل قوي يعني. ماشي 4 ماينس 7 جيب السلوب، ما انت واي ايكوال ام اكس بلس بي، الام ده اللي هو السلوب، 4 ماينس 7 بنيجاتيف 3 على 7 ماينس 3 ب 4. ماشي الكلام؟ ماشي، فهتبقى نيجاتيف 3 اوفر 4. يبقى الانسر بتاعتنا يا اي يا دي، اختلفنا في الواي انتر سبت. طب انا معايا بوينت اعوض بيها، ده انا بدل البوينت معايا 2، يعني ممكن اعوض مكان الاكس ب 3 ومكان الواي ب 7، او ممكن اعوض بالبوينت دي مكان الاكس ب 7 ومكان الواي ب 4 فطلع البي. فانا اعوض بالبوينت اللي هي 3 وال 7 مكان الاكس بالله عليك وهو ال 3. طيب ومكان الواي ب 7، فتبقى 7 ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 4 تايمز 3 بلس بي. شفت صورة طبعا على الكالكوليتر، بس انا هنا هغلس عليكم، نيجاتيف 3 تايمز 3 بنيجاتيف 9 تبقى نيجاتيف 9 اوفر 4 بلس بي ايكوال 7. وادي ده هناك بالبلس، فتبقى 7 بلس 9 اوفر 4 ايكوال بي. ال 7 ده عباره عن كام على 4؟ عباره عن 28 اوفر 4. عرفتها ازاي؟ عملت في مخي بسرعه 4 تايمز 7، فممكن اشيل ال 7 ده واعملها 28 اوفر 4. 28 و9 هيديك 37، فتبقى 37 اوفر 4 الانسر بتاعتنا تشويس اي. طبعا ده مش سؤال يعني. اللي بعده نمبر 19 بيقول لي any true statement had a truth value of 1 and any false statement has a truth value of 0. What is the truth value of this statement? All squares are rectangles or ايه ده؟ all squares are circles. طب يا جماعه all squares are rectangles. بصوا يا جماعه انت هنا الالعاب دي بقى يقعد يغلس عليك للصبح. all squares عندها common properties مع rectangles. الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده مظبوط، يبقى ده truth، يبقى ياخد value 1. all squares are circles مفيش اي properties common ما بينهم يعني. صباح الفل. ماشي الكلام؟ فزيرو. انا عارف يا جماعه ان السكويرز، انا عارف ان السكويرز السايز بتاعتها ايكوال غير الريكتانجل، بس ممكن اقول لك ان السكوير every two opposite sides are equal والريكتانجل every two opposite sides are equal. في حاجات كده يعني، وده كل الانجلز 90، ده كل الانجلز 90، كل every two adjacent sides are perpendicular والتاني every two consecutive او adjacent sides are perpendicular وهكذا. الدياجونالز هنا ايكوال، الدياجونالز هنا ايكوال وهكذا. مفهوم يا جماعه؟ فاول واحده تاخد تروث فاليو 1 والتانيه تاخد 0، لان مفيش حاجه سكويرز والسيركل مفيش اي كومن بروبرتيز ما بينهم، فالانسر بتاعتي 1. اللي بعده ان اني رايت تراينجل ذا التيتيود اوف ذا هايبوتنس اولويز. في اي رايت تراينجل يا جماعه الالتيتيود بتاع الهايبوتنس، يعني انا هنزل كده فاكيد هينزل ايه يا جماعه؟ لاي انسايد تراينجل تشويس اي. مفيش اي حاجه، اصل انت خلي بالك لو اعتبرت في الرايت انجل تراينجل الليجز بتاعته اللي هم بيبقوا بيربنديكولار على بعض، بيربنديكولار على بعض اللي هم السايدز بتاعته، الليجز بتاعته بتبقى لو اعتبرت ان واحد فيهم البيز فالتاني الهايت موجود اصلا اللي هو بيربنديكولار عليه، ولو اعتبرت ان ده البيز فالتاني الهايت ده موجود. انما الهايبوتنس لو اعتبرته هو البيز فالهايت لازم تنزل عليه كده، فهيبقى طبعا لاي انسايد ذا تراينجل. اللي بعده 21 وات از ذا سام اوف ذا ميجرز اوف ذا انتيريور. يا راجل الرول بتاع السم ان ماينس 2 تايمز 180. طبعا ده مش سؤال، ولو كان ريجولار بوليجون وعايز سايد واحد اقسم على عددهم ان ماينس 2 تايمز 180 اوفر ان، انما الراجل هنا عايز الصم بتاع اللي جوه الانتيريور انجلز كلهم، فان ماينس 2 تايمز 180 في براكت بالله عليكم، ان ماينس 2 في براكت. ماشي، هو ان ده اللي هو عدد السايز، الراجل بيقول لك 14 سايدد بوليجون، طب اعوض يلا مكان ال ان 14، فيبقى 14 ماينس 2 ب 12 تايمز 180 هيديك توصل 160. ايزي يا جماعه، لا حد زعلان؟ ان شاء الله مفيش حد زعلان.